بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وانفعنا وانفع بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل سائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول الشيخ الإمام البابورتي رحمه الله تعالى في شرح العقائد الطحاوية، يقول: مخالفته تعالى للحوادث. نعم، يقول قوله، قول الإمام الطحاوي: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ما هو الوهم أيها الإخوة؟ لا بد أن نفهم معنى الوهم ومعنى الفهم. الوهم كما سيقول الشيخ وكما سترون هنا على اللوح، للإنسان حواس ظاهرة، وهي السمع والبصر والذوق والشم واللمس، تمام؟ ويوجد له حواس باطنة. طبعا هذه بعض العلماء يثبتها وبعضهم لا يثبتها، لكن الشيخ هنا جرى على إثباتها، الإمام البابورتي. يقول: في دماغ الإنسان يوجد حواس غير الحواس الظاهرة. ما هي؟ أولا يوجد الحس المشترك، هذا في مقدم الدماغ. الحس المشترك ما هو؟ أنك تستطيع أن تدرك جميع المحسوسات في لحظة واحدة، أن تدرك جميع المحسوسات معا. يعني مثلا أنت ترى وتسمع وتشم وتذوق وتلمس معا. يعني ممكن الآن أراك وأسمع صوتك معا، أراك وأسمع صوتك وأشم رائحتك الجميلة، تمام، وألمس شيئا، وفي فمي أيضا سكر أو شيء أذوقه. فبماذا يدرك الإنسان هذه الأشياء معا، هذه المحسوسات معا؟ اسمه الحس المشترك. ولكن هذا ما دامت المحسوسات موجودة، ما دامت صورتك وما دام صوتك وما دام الشيء موجودا، هذا يدرك بالحس المشترك. فإذا غابت المحسوسات عنك تنتقل إلى المخيلة، تحفظ في المخيلة. لذلك تجد لو غبت أنت وأنا سمعت صوتك على التليفون مثلا أعرفك. لماذا؟ لأن صوتك حفظ في المخيلة، وعندما أراك مرة أخرى أعرفك أني قد رأيتك من قبل، وعندما أشم رائحة معينة أعلم هذه رائحة التفاح، لأني أنا من قبل لو ما رأيت التفاح لأني من قبل حفظتها، وهكذا. إذن المحسوسات ما دامت موجودة فإنها تدرك بالحس المشترك، فإذا غابت تنتقل إلى المخيلة هذه المحسوسات. طيب المعاني،
المعاني الجزئية. الآن لماذا نقول المعاني الجزئية؟ المعاني الجزئية تدرك بالوهمية، بالوهم. ما معنى معاني وما معنى جزئية؟ مثلا أنا أعلم أن زيدا عالم، هذا بالوهم. كيف علمت مع أن العلم معنى وليس صورة؟ كيف علمت أنه عالم؟ قال أعلم المعاني لكن بواسطة الحس. أنا أسمع منك المسائل فأعلم أنك عالم. مثلا أعلم أنك كريم، أعلم أنك كريم، هذا معنى بواسطة الحس، أراك تتصدق وتفعل الخير وكذا فأحكم بأنك. وكان هذا الصوت يحتاج زيادة قليلا، ما في مشكلة. إذا لا يمكن، إذا طيب، إذا لا يمكن ما في مشكلة، إذا يمكن يكون أحسن. إذن الوهم يدرك المعاني الجزئية. لماذا اسمها معاني جزئية؟ ما في مشكلة، تمام. المعاني الجزئية مثلا عندنا الشجاعة أو العلم أو الكرم، هذا معنى كلي، هذا معنى كلي. العلم يوجد مشكلة شيخنا، هذا يحتاج. الآن ما في مشكلة. الله ما في مشكلة. نعم. إذن يوجد معنى كلي، ما هو؟ كل المعاني لها معنى كلي، حتى الإنسان، لفظ إنسان هذا كلي. أما زيد، عمر، بكر، هذه جزئياته. العلم بالعموم معنى كلي، علم زيد، علم بكر جزئي. فإذن الوهم، لاحظوا إخواننا، الوهم يدرك المعاني الجزئية بواسطة الحس. وأما الفهم ما هو؟ هو إدراك المعاني الكلية. الفهم إدراك المعاني الكلية. كيف؟ أنا عندما أقول إنسان أعرف معناه. ما معناه؟ معنى الإنسان حيوان ناطق مثلا. هذا ما اسمه؟ هذا إدراك الكليات، إدراك معنى اللفظ، إدراك معنى اللفظ، يعني إدراك حقيقة اللفظ، ما اسمها؟ فهم. معنى كلي، يعني أنا أعرف علم زيد، هذا جزئي. أما إدراك معنى العلم عموما، هذا ما اسمه؟ هذا فهم، لأنه إدراك الكلي. تمام؟ طيب نكمل هذا، هذه الحواس الخمس، ثم نرجع إلى العبارة. الكرم هو معنى كلي. نعم، طبعا مثل الإنسان، مثل الإنسان معنى كلي. محمد الحسن معنى كلي. نعم، هو من جزئيات الإنسان، زيد وبكر وعمر وفاطمة إلى آخره. مثلا طاولة، هذا معنى كلي، هذه الطاولة جزئي. مدرسة، معنى كلي.
تمام. ما معنى مدرسة؟ مثلا هي بناء فيها صفوف تحتاج إلى أساتذة إلى آخره، يعلم، هذا كلي. طيب هذه المدرسة جزئي، مدرسة كذا جزئي، وهكذا، تمام. الآن هذا مهم جدا إخواننا حتى نفهم العبارات. الآن أدركت، رأيت هذا أستاذنا الكريم، عرفت علمه عندما رأيته يتكلم بالعلم أو رأيته يتصدق، أدركت كرمه، تمام. غاب عني الآن، غابت صورة تصدقه، بقيت أعلم أنه كريم أو أنه عالم. أين يحفظ هذا؟ في الحافظة. إذن الحافظة تحفظ المعاني، والمخيلة تحفظ الصور المحسوسات، الصور المحسوسات وأصوات المحسوسات إلى آخره، تمام مولانا. طيب طبعا المتصرفة، المتصرفة هي تتصرف، لاحظوا إخواننا، يعني فهمنا لهذه الأشياء سنعلم من خلاله سبب ضلال كثير من الأمم اليوم. هذا كلام له ما بعده، فأرجو الانتباه. المتصرفة ما هي؟ المتصرفة تستطيع أن تأخذ الصور وتتصرف فيها. يعني أنا مثلا رأيت فرس ورأيت إنسان، ممكن المتصرفة تأخذ من المخيلة صور، صور إنسان، نصف إنسان ونصف فرس، وتركب صورة جسم إنسان ورأس فرس، أو بالعكس. أو مثلا ممكن أن آخذ هذا المعنى وأركبه لشخص آخر. فالمتصرفة تستطيع أن تتصرف بماذا؟ بالصور والمعاني. تأخذ من المخيلة، تأخذ من المخيلة وتأخذ من الحافظة وتتصرف. ولكن اسمع مولانا، لا تستطيع هذه المتصرفة أن تعقل صورة لم ترها من قبل. لا يمكن لهذه المتصرفة أن تعقل شيئا ما رأته من قبل، أو ما أحسته من قبل، أو ما أدركته من قبل. إذن هنا علمنا هذه الحواس، يسمونها الحواس الباطنة. الإمام الغزالي رحمه الله، لاحظوا، يقول: الوهمية حاسة تتابع الحسيات، ثم بعد ذلك تحكم على غير المحسوس على وفق المحسوس. انتبه مولانا، مثلا الوهم يبحث في الصور التي رأتها، انتبهوا إخواننا، تبحث فتجد أن كل موجود هو في مكان، ثم نعرض على الوهم نقول الله عز وجل، فيقول الوهم لابد أن يكون الله في مكان، وهذا وهم وليس هذا عقل.
هذه الوهمية انظر بين الأحكام العقلية والأحكام الوهمية الباطلة. ولذلك الآن كثير من الناس الذين ضلوا بسبب أنهم يحكمون بوهمهم ويظنون أن أحكام الوهم هي أحكام عقلية. تقول لهم لماذا تحكمون أن الله عز وجل في جهة وفي مكان؟ يقولون لأننا ما رأينا شيئا إلا وهو في مكان أو في جهة، فيحكمون على الغائب كما يحكمون على الشاهد. هذه أحكام عقلية أو وهمية؟ لا شك أنها وهمية. طيب أين قول الله عز وجل؟ نقول لهم أين قول الله عز وجل؟ ليس كمثله شيء. المعتزلة أنكروا رؤية الله بسبب توهمهم، نظروا فوجدوا أنه لا يرى شيء، لا يمكن أن يرى شيء إلا وهو في جهة. هم بعكس المجسمة ينزهون الله عن الجهة وعن المكان، فقالوا إذن الله لا يرى لأنه ليس في جهة وليس في مكان وليس جسما، ونحن ما رأينا شيئا يرى إلا وهو في جهة. لاحظوا الإفراط والتفريط إخواننا. فالمجسمة أثبتوا الرؤية لكن أثبتوا الله عز وجل في جهة وفي مكان، والمعتزلة نزهوا الله عز وجل عن الجهة والمكان ولكن منعوا الرؤية لأنه لا يرى إلا من كان في جهة وفي مكان. وأهل السنة لأنهم يحكمون بالنصوص ولا يتبعون الأوهام، وأول منزل من منازل العقل أن تفرق بين ما هو عقلي وما هو وهمي. من لا يستطيع أن يفرق بين العقلي والوهمي لا يعرف بماذا يحكم. فإذن يا إخواننا سأرجع الآن إلى كلام المصنف بعد أن فهمنا هذه المقدمة. قلنا الوهم تدرك المعاني الجزئية وأحيانا تتوهم وتتخيل وتقيس الأمور. ونحن قلنا لا يمكن للوهم ولا للمخيلة أن يكون فيها إلا ما رأت وما أحست أبدا، تمام؟ طيب الله عز وجل ليس كمثله شيء ولذلك لا تبلغه الأوهام، لأن الله عز وجل ليس ذا صورة. الوهم الآن سيتخيل ماذا يتخيل الأشياء؟ يتخيل صور، تركب صور. الله عز وجل ليس جسما وليس بذي وضع، فلذلك لا تبلغه الأوهام. والفهم قلنا ما هو؟ هو إدراك المعاني الكلية. لاحظوا المعنى الكلي كيف تدركه؟ أنا أذكر لك مثلا معنى من المعاني وأقول لك أرجو أن تحده لي، أريد أن أفهم حقيقة هذا الشيء. مثلا الفاعل، المفعول به، ما معنى إنسان، ما معنى الماء، ما معنى الخمر. أقول لك فهمني هذا المعنى، كيف تفهمني هذا المعنى؟ تحده لي، لأن
الفهم هو إدراك المعنى الكلي. فإذا كانت ذات الله لا تعلم، ذات الله لا يمكن أن تعلم، فهل يمكن أن تحد؟ هل يمكن أن تحد؟ فهمتم إخواننا ماذا يريد الشيخ أن يقول؟ نعم، يقول قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، الوهم قوة تدرك الجزئيات. ما معنى الجزئيات؟ علم زيد، شجاعة زيد، كرم زيد، هذا جزئي. نعم. والفهم إدراك العقل للكليات. ما معنى إدراك العقل للكليات؟ معنى علم كلي، معنى فهم، معنى كل المعاني، معنى إنسان. تمام. طيب، والله تعالى ليس بذي وضع وكيفية فينطبع في الأوهام. الله عز وجل ليس له صورة حتى يستطيع الوهم أن يصور هذه الصورة. أصلا الصورة تستحيل على الله عز وجل، فكيف يستطيع الوهم أن يصور صورة لله عز وجل؟ ولذلك إخواننا هذه من القواعد الأساسية عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الله عز وجل ليس له صورة، لأن الصورة من ماذا تتكون إخواننا؟ الصور والأشكال من ماذا تختلف؟ بسبب الكميات وبسبب الأشكال. والله عز وجل ليس بذي وضع وكيفية فينطبع في الأوهام. صور الأشياء كيف تنطبع في وهمك وفي خيالك؟ كيف تميز بين الطاولة وهذا الكرسي؟ لاختلاف الشكل، لاختلاف الصورة. والله عز وجل لا يجوز عليه أن يكون في صورة وفي وضع وفي كيفية حتى بعد ذلك وهم أي متوهم يصل إلى صورة الله عز وجل. لذلك هو الآن ماذا ينهانا؟ عن ماذا ينهانا إخواننا؟ أن يحاول الإنسان أن يتصور صورة لله عز وجل. هذا معنى لا تبلغه الأوهام. نعم. ولا بذي حد. يا أخواننا الحد من ماذا أخذ؟ الحد التعريف للأشياء من أين أخذ؟ الحد هو المنع. الحدود تكون موانع، ولذلك الحد والتعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا. تمام إخواننا؟ نعم. فالآن عندما نقول حد لي الإنسان، لو قلت لي الإنسان حيوان، هذا ليس مانعا، سيدخل فيه. عندما تقول لي حيوان ناطق، منع من دخول غيره فيه. تمام. إذن يا إخواننا الذي يحد هو ما تعلم حقيقته، الذي يحد هو ما تعلم حقيقته. كل شيء أعرف حقيقة ذاته، أعرف ذاتياته، أستطيع أن أضع له حد. فأعلم مثلا أن الماء هو سائل يتألف من الأكسجين والهيدروجين وكذا، لا لون له، أضع ذاتياته وعرضياته ولوازمه، أستطيع أن أحده فلا يدخل فيه شيء ليس منه. إذن لابد للمحدود أن تكون حقيقته معلومة.
فإن لم تكن حقيقته معلومة لا يحد. وحدك للشيء ومعرفة حقيقته هو فهمك له. طيب الله عز وجل من يعرف حقيقته؟ قولوا من يعرف حقيقته؟ لا أحد إلا الله يعرف حقيقة الله وصفات الله، حقيقة كنه ذات الله وصفات الله، حتى الصفات. نعم نحن نثبت أن الله عز وجل ذات موجودة متصفة بكل صفات الكمال، ولكن من يعلم حقيقة ذات الله؟ من يعلم حقيقة صفات الله؟ لو قلنا نريد أن نحد صفة القدرة، كيف نحدها؟ لاحظوا إخواننا، لا نعرف حقيقتها، ولذلك نحدها بماذا؟ بآثارها. انظر العلماء عندما يقولون مثلا صفة الله، عندما نقول مثلا القدرة صفة قائمة بذات الله تعالى زائدة على الذات، القدرة يتأتى بها إيجاد وإعدام كل ممكن. طيب هذا حد للصفة؟ ليس حدا، ما بينت شيئا من حقائقها، ذكرت أثرا من آثارها، ذكرت أثرا من آثارها. ولذلك كل شيء أنت لا تعرف حقيقته لا تستطيع ماذا؟ أن تحده، وبالتالي لا تستطيع أن تفهمه، ولذلك لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام. ملخص هذا الكلام، لا تبلغه الأوهام إخوانا، أن الله عز وجل ليس له صورة. أحسن، سؤال جميل ولكنه سؤال خطير. يقول اسمع، يقول إذا كان الله عز وجل ليس له صورة ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، إذن كيف نراه يوم القيامة؟ هذا السؤال سامحني يدل على أنك تظن أننا يوم القيامة سنرى صورة لله. مثل البدر. ها؟ مثل البدر يعني. تمام. تمام سيدي، هذا السؤال يدل على أننا وكثير من الناس يظنون هكذا، يظنون أنه يوم القيامة سنرى لله عز وجل صورة، أو نراه، بل إذا قلت للناس يوم القيامة رؤية الله عز وجل يرى لا في جهة، يرى كما هو، والله ليس بذي جسم ولا بذي صورة، فيرى، فيظن الناس أن هذا مستحيل. إذن نحن أمام أمرين عند هؤلاء الناس، يعني عند الناس، إما أن تنفي الرؤية، وإما أن تثبت الله عز وجل على ما لا يليق به. والحقيقة إخواننا، طبعا الإمام الغزالي، أنا أنصحكم أن تقرأوا بحث الرؤية في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، تكلم 10 صحائف تقريبا عن هذا الموضوع، وهناك طبعا بفضل الله البحث في رأسي الآن، وأستطيع أن
أسرده كاملا الآن، لكن الآن ليس مكانه. المهم يجب أن نعلم أن رؤية الله عز وجل أن الله يرى يوم القيامة كما هو. فهل الله له صورة؟ تمام، إذن يرى لا صورة. هل الله جسم؟ يرى لا جسم. هل الله عز وجل في جهة؟ يرى لا في جهة. فإذا أنت الآن اسمع اسمع الآن، إذا جاء وهمك الآن وقال إلا يعقل هذا، فأنت تحكم بالوهم الآن وليس بالعقل. هذه أحكام، لأنك الآن قست الله، قست الغائب بهذا السبب حكمه. وأنا قدمت هذا الكلام في أول الدرس، السبب في هذا وسبب ضلال أكثر الناس هذه التوهمات وضغط التشبيهات التي تضغط على عقولنا. والإمام البيضاوي يذكر في تفسيره يقول أعظم شيء يكرم الله عز وجل به العالم أن يخلصه من غواش الحس، غواشي يعني أغطية الحس، المحسوسات تغطي عليك الحقائق. اسمع سيدي، أنت محجوب عن الحقيقة، محجوب، ليس أنت، لا أقصدك، أقول المحجوب، محجوب عن الحقيقة بسبب الحواس. كيف؟ يعني حواسه ترى الأشياء، تسمع الأشياء، فعندما يذكر الله يضغط عليه هذه المحسوسات وهذا الحس، فيقيس الله عز وجل على المخلوقات. ولا يمكن للإنسان أن يفكر تفكيرا عقليا خالصا إلا إذا استطاع أن يتخلص من ضغط المحسوسات. هذه توهمات إخواننا، توهمات. أنت الآن رأيت المرئيات هنا لا ترى إلا في جهة، فحكم وهمك وأجبر عقلك على أن يدخل في سجن الوهميات، فأصبح عقلك الآن حبيسا مسجونا، مسجونا بماذا؟ بحكم الوهم. وحكمت على الله مع أن من يعني أهل السنة والجماعة يعتبرون أن من ما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، من أعظم آيات التي هي أم الكتاب ليس كمثله شيء. فبسبب الوهم، بسبب الوهم نحصر عقولنا فنحكم على الله عز وجل بما لا يليق به. تمام. فإذا الله عز وجل هل يجوز أن يكون لله صورة؟ أنا سأقول أناقشك بالعقل الآن، أي صورة كانت، كما قال الإمام التفت، لو كان الله له صورة هل هو على كل الصور؟ اسمع أسألك، هل يجوز أن يكون على كل الصور؟ لا، لأن الصور بينها تناقض، فلا يمكن أن تجتمع المتناقضات. أنا أكلمكم كلاما عقليا. طيب، إذن لو كان لابد أن يكون على صورة، طيب ما الذي خصصه بهذه الصورة دون هذه الصورة؟ فلابد له من مخصص. ثم الصورة لها حد،
وكل حد يجوز أكثر وأقل، ما الذي خصصه بهذا الحد إلى آخره. فمستحيل عقلا أن يكون له صورة، وثبت أنه يرى سبحانه وتعالى فيجب أن يرى، يجب أن يرى لا في صورة. واستحال أن يكون في جهة فيجب أن يرى لا في جهة، وهكذا إخواننا. فلا نظن، نحن نؤمن ولا شك أننا إن شاء الله إن كنا ممن يكرمهم الله عز وجل سنرى الله بعيني رأسنا، سنرى الله، هذا ثابت لا شك فيه. لكن هل إذا أثبت الرؤية كما يفعل المجسمة يجب أن أجسم وأن أجعل الله في مكان؟ أعوذ بالله، لعل من ينكر الرؤية حتى ينزه الله يكون حاله أحسن من هذا، لعل حال المعتزلة الذين ينكرون الرؤيا من أجل تنزيه الله يكون حالهم أحسن حالا من الذين يثبتون الرؤيا ويجسمون الله عز وجل. فيا شيخ الإسلام، هل يعني إذا يوم القيامة سنرى الله أنه على صورة؟ حاشا وكلا. أما كيف سنرى الله عز وجل؟ طبعا بلا كيفية. ما هي رؤيتنا لله عز وجل؟ هذا البحث موجود هنا. لو قدر الله أن نكمل هذا الكتاب ونصل إلى ذلك المكان إن شاء الله سنتكلم دروسا في هذا الأمر وليس درسا واحدا. وهذا الذي أقول مجمع عليه الأشاعرة والماتريدية جميعا. تمام، كيف رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الله ليلة أو في المعراج؟ كما على نفس ما قلت، كما يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. رؤية الله هي رؤية الله، يرى الله سبحانه على ما هو عليه. فإذا كان هو لا في جهة ولا جسما ولا يرى كما هو، كيف نقول الآن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ فلو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج فهو رآه كما يراه المؤمنون يوم القيامة بلا كيفية. ونعني بلا كيفية لا يوجد مسافة، لا يوجد مكان. نعم، الرائي في مكان، يعني رسولنا لما رأى الله النبي في مكان، حيث كان في الجنة، كان عند سدرة المنتهى، أما الله ليس في مكان. حتى يدخل الوهم أكبر إلى الناس يقولون لو لم يكن الله هناك في مكان لماذا أخذه إلى هناك ليراه، حتى يظن كثير، للأسف كثير من الناس لقاء لقاء. ها، هو امتحان من ناحية، لكن أنا أقول لهم أين وعد الله موسى؟ في الطور. هل كان الله في الطور؟ لا يوجد فرق. لو ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرش، الله ليس في مكان وليس على العرش، هذا إكرام للرائي. الله عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام عندما أراد الله أن يتجلى على نبيه أخذه إلى هناك، ليس لأن الله هناك. هذا مستحيل عقلا ونقلا. ولذلك ثم دنا فتدلى، من الذي دنا فتدلى؟ جبريل
يقول الناس ثم دنا فتدلى فكان قاب قوس، يعني ما زال النبي يقترب من الله حتى بقي بينه وبين الله، يعني أعوذ بالله. لا يقول هذا إلا المجسمة والحلولية، وما هذا؟ ها؟ يا أخواننا الكلام في أمور العقيدة عفوا ليس أمرا سهلا. إذا نثبت شيئا، نريد أن نثبت عقيدة من العقائد، نبطل 20 عقيدة أخرى؟ نعم. ما معنى حد؟ ماذا تقصد بسؤالك؟ قلت الألسن. والله أنا خاف أن أقول شيئا سيئا. لا تقول شيئا أحسن. يعني ذهب طول السنة وذهب اللقاء قاب قوس، كيف نعرف؟ الله عز وجل قال لك يوجد قواعد. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فالمحكمات ليس كمثله شيء، المحكمات ولم يكن له كفوا أحد. هذه ما اسمها؟ هذه محكمات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي الآية. فأنت مهما سمعت من الآيات الأخرى يجب أن تفهمها على شكل يليق بالله عز وجل، وإلا يظن إذا قلنا الكعبة بيت الله يعني الله هناك. إذا نسجد لله نضع رأسنا على الأرض، الله استغفر الله تحت الأرض. أقرب، النبي يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب يعني قرب، مكان يعني الله. أعوذ بالله، ما هذا الكلام؟ تمام. فجبريل يأخذ الوحي من الله، الله يوحي إليه افعل كذا، تمام. إذا جبريل في السماء، هل الله في السماء؟ خلاص انتهى. الله عز وجل شاء أن يبني أعظم ملكه وملكوته في السماء، لأن الناس معتادون أن ينزل الأمر من أين يأتي؟ هنا في الدنيا. في الدنيا من أين يأتي الأمر؟ يوجد ملك وعرش وحوله وزراء، والوزراء يأخذون الأوامر ثم بعد ذلك يبلغون الناس، تمام؟ هكذا. فالله أقام ملكه هكذا، مع أن الله ليس لا على العرش ولا في مكان أصلا، لكن بنى هذا البناء، خلق هذا البناء حكمة، لأن الناس هكذا يفهمون فقط. والله لا يحتاج لكل هذا، والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم، لا لاحتياج، وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان. لا يوجد حاجة لله، لا يوجد أبدا حاجة. عجيب. لو سألت هؤلاء الناس هل السماء مخلوقة؟ طبعا. هل خلق الله خلقا ثم دخل فيه واحتاجه؟ هل العرش مخلوق؟ طبعا مخلوق. هل الله خلق خلقا واحتاج إليه؟ لا يوجد أين لله، لا يسأل عن الله بأين. والحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، هذا لا يصح بهذا اللفظ. أكثر ما قيل هو جاء رواية واحدة أين الله،
اسمع الآن يا شيخنا، جاء رواية واحدة وأصح ما يقال فيها أنها حسنة، والروايات الأخرى أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ وما يعارض هذه الرواية أين الله؟ أدلة كثيرة تجعلها تسقط أمام المعارضة. ولو كان الوقت متسعا لكلمتكم ساعة عن هذا، لكن ليس هذا، هذا الأين لا يسأل به، يسأل به عن المخلوقات. من المقولات العشر مقولة الأين، لأن الأين سؤال عن المكان والمكان مخلوق، فلا يسأل بالأين عن الخالق سبحانه، وكان الله ولا مكان، والله لا يتغير ولا يتبدل، فلا يكون في مكان، حاشا وكلا. نعم. فإذا يا أسيادنا، من طلب الحقائق الله عز وجل تعبدنا بهذا العقل الذي أكرمنا به. فإذا لم يستطع الإنسان أن يحرر عقله من الأوهام، من الأوهام، لا يستطيع أن يعرف الحقيقة. أحكامك يجب أن تكون عقلية لا وهمية. وكما قلت، سبب كثير من الضلال هو تتبع أو اتباع الوهم وليس اتباع العقل. لاحظ الآن، إيه قل، هل القلب حد؟ القلب حد، هل القلب حد؟ القلب الإنسان حد؟ ماذا تقصد بالحد؟ القلب بيت الله، يعني كيف يعني الشيخ محمود فهد هكذا يقول، يعني لا تبحث الله، لا تبحث عن الله في السماوات ولا في مكان، يبحث في القلب، يعني هكذا قرأت يقول، يعني يبحث عن الله في القلب، يعني لا يسعون لأرضي ولا سماء ولكن يسعون لعبد المؤمن. يا سيدي، هذا الكلام يا شيخنا، ما معنى هذا الكلام؟ أنا قلت لكم يوجد استدلالان على الله عز وجل، استدلال الضعفاء واستدلال الراسخين في العلم. اسمع سيدي، وقلت لكم من قبل، ابن عطاء الله السكندري يقول في حكمه: متى غاب حتى يستدل عليه؟ متى غاب حتى يستدل عليه؟ ومتى بعد حتى تكون الآثار هي الموصلة إليه؟ فإذا يقول لا تبحث عن الله عز وجل تستدل على وجود الله، لا تستدل على وجود الله بالسماوات والأرض وهذه الأشياء، لماذا؟ استدل، ارجع إلى فطرتك، ارجع إلى قلبك. لاحظ سيدي، ارجع إلى قلبك. فالله عز وجل لما خلقك خلقك مؤمنا بالله، فمعرفة الله في قلبك، معرفة الله، هذا المقصود، والله تعالى أعلم. واضح؟ يعني إذا يقول لا تبحث، لأن استدلال الضعفاء من أمثالنا يقولون والله هذا الكون، هذا الكون لا يمكن أن يوجد بدون صانع، لذلك الله جعل هذه الأدلة دليلا عليه لعامة الناس، حتى البسطاء الضعفاء من أمثالنا، الله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات على ماذا؟ على وجود الله، على صفات الله. تمام؟
هذا استدلال خاص أو عام؟ عام لكل الناس. أما استدلال الخواص بالعكس، نحن نستدل بالخلق على الحق، لأن على قلوبنا، يعني قلوبنا ليست ناصعة، من أمثالي أتكلم عن نفسي. أما أهل الله حقيقة يستدلون بالحق على الخلق، يستدلون بالحق على الخلق، يقول هذا الخلق ما كان ليكون موجودا لولا وجود الله، لولا وجود الله ما كان الخلق ليكون لولا وجود الله، فاستدلوا على الخلق بالحق. أما نحن نقول تمام، يعني هذا الخلق يدلنا على الله عز وجل، هكذا يفهم هذا المعنى، والله تعالى أعلم. طيب، سأصل العبارات. نعم، فهمنا الوهم. لكن النتيجة ما في القلب الله. جملة كيف؟ الله الله الله، قلت لك ماذا تريد غير ذلك؟ بالقلب نحن ندرك، هكذا النتيجة. يعني في قلبك ماذا يوجد؟ يوجد الله أو معرفة الله؟ معرفة الله. إذا عندكم شيء آخر أنا والله لا أعلم. يوجد غير هذا المعنى؟ أنت تقول لي هكذا وأنا أقول هكذا، كيف؟ لا يمكن إلا أن يكون هذا المعنى. الله يعني معرفة الله في قلب كل مؤمن، لأنه يولد على الفطرة، معرفة الله، صح؟ قولوا إذا أنا مخطئ ناقشوني، ما عندي مشكلة، علموني. قل أنا أسألك سؤالا، القلب مخلوق أو غير مخلوق؟ ليس هذا القلب عموما. طيب يا سيدي، أرجوك أنا هكذا أفهم. يوجد علم آخر نتعلم، ما عندي مشكلة، لكن أن يوافق العلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أما سيدي، أنا أقول من الآن، إذا تظن أن القلب بمعنى شيء مخلوق ويكون ذات الله فيه هكذا، ذات الله تكون في القلب، ذات الله تكون في القلب، سيدي أرجوكم، تمام مولانا؟ طيب، أنا قلت لكم المعنى الصحيح لهذا، فأنتم زدتم على ذلك. بارك الله فيك. نعم. طيب،
إذن فهمنا الوهم وفهمنا الفهم، فقال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، والله تعالى ليس بذي وضع وكيفية، ليس له صورة فينطبع صورة تنطبع في الأوهام، ولا بذي حد، لأن الحقيقة لها حدود. أي حقيقة لها حدود، عندما تنتهي حدودها تعرف. والله ليس مركبا من جنس وفصل وكذا حتى نقول الله هذا حد. لا أحد يعلم حقيقة ذات الله إلا الله. لاحظوا إخوان، لا أحد يعلم حقيقة ذات الله إلا الله، فكيف تحد؟ ولذلك قال ولا بذي حد فيبلغ كنهه العقل ويحيط به، بل هو متعال عن ذلك. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، إذ الإدراك الإحاطة بالشيء بجميع أطرافه لا يتصور، يعني الإحاطة، إلا فيما يحد وينتهي. أنت متى تحيط بشيء؟ إذا كان له نهاية، تمام؟ والله عز وجل ليس بذي حد، ولا يعني هذا ليس بذي حد أستغفر الله، الله مثلا جسم لا حدود، حاشا، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى. ولكن معرفة حقيقة ذات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، فكيف تحد وكيف يوضع لها حدود؟ نعم، نحن الآن أظن قرأنا ساعة، فإذا يوجد عندكم سؤال مما يعني على مستوى فهمي أنا لا على مستوى فهمكم أنتم. لا سيدي، في مكتبات الشريف يعني إيه؟ المسلمون في الجنة إذا دخلتهم يرى الله تعالى شبه، يعني الإنسان إذا دخل البحر كل بدن يعني يحس الماء، المسلم إذا دخل الجنة كل بدن يرى الله يعني لا في العين يعني كل بدن، نسمع من المكتبات يعني. هذا قول أحد الأولياء الشيخ أبو يزيد البسطامي، كان يقول الإنسان يوم القيامة يدخل في بحر من البحار يخرج فيصبح يرى بكل جسمه، يرى من كل الجهات، ولذلك يرى الله عز وجل، تمام؟ هذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال. ولكن حتى هذا لا ينبغي أن نفهم الله ليس في جهة واحدة بل في كل الجهات، إذا هذا يفهم أيضا هذا لا يصح. يعني لا يجوز أن تقول الله في جهة، ولا يجوز أن تقول الله في كل الجهات، لا يجوز. فلو قصد بهذا الشيء أن هذا تقوية للإبصار أو للبصر فلا بأس، أما إذا سيفهم منه أن الله ليس في جهة واحدة بل يصبح الإنسان يرى من كل الجهات لأن الله في كل الجهات، أيضا هذا لا يصح، أيضا هذا لا يصح. أما إذا قصد أن الله عز وجل، طبعا لا شك أن الله عز وجل سيكرم أبصار الذين يروا بقوة عظيمة جدا واستعداد، لكن لا يعني أن هذا سيجعله يرى من كل الجهات لأن الله في كل الجهات، هذا أيضا لا يجوز. نعم، هذا كلام آخر.
أنت الآن في مدرسة للماتريدية، فيجب أن لا تتكلم بهذا الكلام. عندما تذهب إلى مدرسة أشاعرة هناك تسأل هذا السؤال. هل كلام الله عز وجل النفسي يجوز أن يسمع عند الأشاعرة عند الماتريدية؟ أبدا لا يجوز. كيف يسمع موسى عليه السلام؟ اسأل الماتريدية. طيب تم ها؟ نقول هكذا صوتا دالا على كلامه. طيب لماذا أنا سأناقشك وأنا أشعري ما تريديها؟ إيه. طيب إذا موسى عليه السلام سمع من الشجرة صوتا دالا على كلام الله، لماذا خص باسم الكليم؟ اصبر ما أجبتني عن سؤالي، هربت من السؤال. أنا أقول إذا كان موسى سمع كلاما صوتا ألفاظا مخلوقة في الشجرة دالة، طيب كلنا نسمع هذا. أنت عندما تقرأ قرآن فأنا أسمع أصواتا مخلوقة دالة على كلام الله، و محمد عليه الصلاة والسلام عندما سمع جبريل سمع أصواتا وسمع ألفاظا مخلوقة دالة على كلام الله، وهكذا عندما سمع الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعوا أصواتا من النبي عليه الصلاة والسلام وحروفا مخلوقة دالة، فلماذا خص موسى بأنه كليم؟ محمد عليه الصلاة والسلام إذن كليم، وأنا كليم الله أيضا. أنت الآن عندما تقرأ قرآن وأنا أسمع، فأنا أسمع صوتا. لا 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 لا، هذا شيء آخر يا شيخنا. أنت الآن أدخلتنا في سؤال يحتاج كلام ساعتين، ها هذا موضوع آخر. أرجوكم لا تنقلونا من مسألة إلى مسألة. كيف يسمع بلا واسطة؟ أين خلق الله؟ اسمع، أين خلق الله الأصوات؟ يا شيخنا أين خلق الله الأصوات؟ لا يجوز أن تقول لي لا في محل، في الشجرة. إذن سمع من الشجرة شيئا دالا، والنبي سمع من جبريل أشياء دال، ما هو بلا واسطة جبريل. تمام، أيه أعظم، جبريل أو الشجرة؟ اصبر اصبر اصبر، أيه أعظم، جبريل أو الشجرة؟ جبريل. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالكليم من موسى. يلا أنا ما عندي مشكلة. ما قلت لك اسألني بيني وبينك. نعم. الحمد لله. الله الله الله، والله أبحاث العقيدة إخواننا للأسف لا يوجد، مع احترامنا لكثير، لا يوجد طلب علم إلا من رحم الله، لا يوجد اهتمام. طيب المهم يا شيخنا حتى لا تبقى عند الماتريدية، كما قلنا لك موسى ما سمع كلام الله، سمع أصواتا مخلوقة في الشجرة تدل على كلام الله. نعم، وعند الأشاعرة كلام الله النفسي يصح أن يسمع بلا صوت ولا حرف، لأن كلام الله النفسي نعم بلا صوت ولا حرف، قائم بذاته أزلي لا كما يقول المجسمة. أيضا هذا فيه مذاهب إخواننا، أصلا صفة الكلام، يقال إن علم الكلام سمي علم الكلام من أجل صفة الكلام، لكثرة ما تكلم فيها ولكثرة ما تقاتل الناس عليها.
والفتنة التي حصلت للإمام أحمد وغيره بسبب هذه الصفة. ويوجد أربعة مذاهب فيها يطول شرحها الآن. ها رن الجرس. نعم عندك سؤال؟ طيب اسأل السؤال ونتكلم فيما بعد. هل يجوز يعني هل يحطون العلماء هذه المناقشات يعني هذا منتهى هذه المناقشات يعني اسكتوا يعني يعني عند نفس الرجل يعني يعني إذا ذكرت شيئا مثلا من هذا الباب يعني ما فهمت ماذا تريد أن تقول؟ هذا الكلام الذي نتعلمه أو هذه الأسئلة التي تخطر في البال هل يجب أن نسكت أو يجب أن نتكلم فيها؟ هذا سؤالك؟ خيره هذا يعني أن نسكت يعني عند نفسي نهاية الكلام عند نفسي أن نسكت أو نتكلم أم نذكر يعني أنا أقول لنفسي أسكت. ماذا أي شيء تقوله لنفسك؟ أي مثال؟ مثل ماذا؟ يعني مثال هذا يعني يعني كيف يرى الله مثلا يعني أنا أتذكر أو لا أتذكر تمام أيه خير؟ تمام إذا استطعت أنت أن تؤمن بالرؤية ثم تقول سنرى الله ثم بعد ذلك تؤمن إيمانا مع تنزيه الله عن المشابهة نعم يكفي هذا. لكن المشكلة العلماء لماذا تكلموا؟ لأنه وجد أصحاب فتن بعضهم قال نثبت الرؤيا ونثبت الله جسما وبعضهم قال لا نثبت الله جسما وننفي الرؤيا فكان لا بد من البيان. يعني عفوا واحد منكم الآن قال لي إذا لا يوجد جهة ولا إتواء إذن لا يوجد الآن إذا فينا هكذا يقول فيحتاج العلماء تكلموا لأنه وجد لو الناس ليس عندهم شبه وفتن لا نتكلم. لماذا؟ لو إيمانهم في قلبهم إيمان صحيح نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تعطيل ولا كذا إيمانا راسخا يقينا لا حاجة للكلام لا حاجة للكلام. لكن عندما يوجد إنسان نحن لا نتكلم يوجد إنسان بين الناس ينشر يقول الله له يد وكذا وكذا فهو جسم هل نترك الناس يضلون وتفسد عقائدهم أو نتكلم؟ لا بد من هذا مثل العلاج. العلاج لا يستعمل إلا عند وجود المرض والمرض الآن موجود بل الأمراض تنشر في التلفزيونات والإنترنت في الليل والنهار فاستدعى الكلام استدعى الكلام. أما إذا الناس يؤمنون بالله وبصفاته وبالرؤيا وبالجنة وبالنار وبكذا إيمانا لا داعي أن تشوش عليهم دينهم لا داعي لذلك. أما الآن أنا لماذا تكلمت عن الرؤيا؟ قلت الله ليس جسما ليس بذي صورة وكذا فسألتموني إذن كيف نرى الله يوم القيامة؟ إذن هذا السؤال يدل أننا إذا رأينا الله سنراه صورة يوم القيامة فهذا يستدعي البيان. السؤال يدل على هذا. تمام مولانا لهذا السبب نتكلم. نعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.